وهنعمل كمان البطاطس المشوية في الفرن. نشوف الأول إيه هي المقادير بتاعتنا. عندي الكريمة، عندي الجبنة الموتزاريلا، عندنا الفلفل الأحمر الحلو، عندي البصل الأخضر، الجبنة الريكفور أو البلو تشيز، عندنا النعناع، والخضرة دايما ما بنستغناش عنها مع الكريمة والجبنة الموتزاريلا. أول حاجة هعملها، أنا عايزة أعمل الصوص بتاعي، صوص لذيذ خفيف سريع، هو ده اللي أنا هكون عاملاه الحشوة بتاعتي ليها. تعالوا نشوف هعمله ازاي. اهو كده، يلا بينا. هحط هنا شوية من الزيت، هجيب البصل الأخضر كده، هنجيب الفلفل الحلو كده، وهسيح الجبنة بتاعتي اهو كده. هنعملها بالبلو تشيز كده، يا سلام على الجمال. هما بقى يسيح ويتزبط مع بعض، وانا هعمل معاكم هنا البطاطس. عندنا البطاطس ملفوفة في الفويل وشوينها في الفرن. بصوا بقى الجمال بتاعها قد ايه، بتبقى جميلة جدا جدا. نجيب طبق بتاعي اللي هيخش الفرن، اهو كده. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هجيب هنا كده سكينة، هنفتحها كده، الجبنة اهي بتسيح واحنا بنعمل الصوص بتاعنا الحلو ده اهو كده زي ما احنا شايفين. هعمل كده واسيبه يتقل علشان اقدر احطه في الحشوة بتاعتي، واحط معاه شوية من البقدونس اهو. بصوا بقى الجمال، يغلي غلوتين يمسك نفسه، وبعد كده هقوم بدأ في الحشو اهو. بس كده هما جاهزين على الحشو. وهنا عندي هحط الجبنة الموتزاريلا اهو، يخشوا مع بعض، النكهات كلها تبقى جميلة جدا اهو زي ما احنا شايفين كده. الله الله الله. طبعا مش محتاجة خالص ان انا احط معاها اي حاجة، لان الجبنة عاملة طعم جميل جدا مع بعض اهو، مع البصل مع كده بتدي طعم حكاية اهو. وعلى طول ادخلها كده، يلا كده عندي الصوص جاهز. هجيب بقى هنا التقديم كده بتاعي، هحشي كل واحدة. بصوا الجبن عاملة ازاي معايا، شوفوا بقى الجمال. يلا بينا. الله 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 على الجمال. عليها البصل بتاعي، وهنحط عليها على كل واحدة كده النعناع الحلو اللي بيدي نكهة، بيدي شكل ولون كمان جميل قوي قوي قوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.